بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التحية من خلال الشاشة لكل مشاهد، والتحية والتقدير لأصحاب الكاميرات، والشكر لله. نحن الآن في نهاية في خواتيم المنشط الخامس من برنامج متصل إن شاء الله، بدأ في بداية العام وحينتهي بعد ثاني سنتين، خاص بالتماسك الاجتماعي، وشغالين فيه شغل مؤسسة جدا من خلال تغوية الشباب، تغوية المرأة بالذات، وتغوية المؤسسات. المنشط ده بيقوم به مجلس عرش الدين السوداني ومجلس الكنائس السوداني، وده ذاته دليل ترابط يقود إلى تغوية النسيج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي، بتمويل من جهات نروان جيرجيت، وبتعاون من أفارقة أحباء جدا، ثلاثة منظمات: أريغاتو فاكلام وحكيم. الفئة المستهدفة هذه الأيام في هذه الدورة والتي تليها هي تغوية المرأة. القصد أنه نخلق قيادات مجتمعية من المرأة في يكون لها أثر الواضح في تنمية قدرات المرأة وترابط المرأة بغض النظر عن الدين، المعتقد، اللون، الجنس، العمر حتى. نحن التركيز أنه تتخلق قيادات مجتمعية نسوية تقود. والمسعى جاد جدا، لأنه ما ورشة يجتمعوا وينفضوا. الدولة دي هي فيها مشاريع بتمويل ذاتي ودعم من هذه الصناديق، على أساس أن المرأة تمكن في أنها تلعب دور فعال في التماسك، وهي لاعب أساسي المرأة أصلا. والمجتمع ما دار كرر نفسه وقول نص المجتمع وكل المجتمع وهم المستقبل، لكن هي حقيقة واقع أنه أي حراك فيما يتعلق بالعمل المجتمعي يفقد المرأة، يكون فقد أساس متين للبناء. نحن إن شاء الله من خلال النشاط اللي انتهت والجاي لمدة عامين بيكون التركيز فيه على الشباب والمرأة، وإن شاء الله نخلص إلى قيادات مجتمعية حية تشبه التغيير الذي عساه. يعني ما قيادات تقليدية، يعني ما مشينا بالذاكرة عشان نجيب القيادة التقليدية، مع كل الاحترام لها، لكن إحنا انتغينا شابات ونساء قادرات على العمل والعطاء، وواضح من خلال انفعالهم، منفعلين جدا مع الجرعة التدريبية المكثفة اللي بياخذوها.